لقد حصلنا من الجمعية العامة على صفتي دولة مراقب، وبناء على ذلك أصبحنا أعضاء كاملي العضوية في 105 مؤسسات ومنظمات واتفاقيات دولية، ولنا اعتراف 138 دولة. كل ذلك عزز مكانة دولة فلسطين التي لا زالت تسعى لنيل الاعتراف بها من باقي دول العالم، وعلى رأسها دولكم أيها السادة. أطالب دولكم الاعتراف بنا، لأنكم ما دمتم تعترفون بالدولتين وتعترفون بدولة، لابد أن تعترفوا بالدولة الأخرى، والاعتراف ليس ضد المفاوضات بل يعزز المفاوضات، ليس ضده بل يعززه. لذلك نتمنى على دول التي لم تعترف بدولة فلسطين أن تعترف بها.